الأهلي يتعملق ويتألق في شوط مثير ويكتسح فيوتشر بثلاثية ولا أروع. في شوط أول تسيده النادي الأهلي لاعبا ونتيجة. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف آراء محللنا كبار في عرض النادي الأهلي الرائع اليوم، ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تفوق واضح للنادي الاهلي وتقدم مستحق. تقدم مستحق في كل شيء الحقيقه، اساس الروح زي ما الكابتن قاله. ايوه، اساس عوده ثقه ومكاسب اليوم هي الروح، الروح اللي ودتك لثلاث اهداف كان ممكن يبقوا 6-7. الروح هي اللي خلتك متحكم في زمام الامور كلها، متحكم في كل حاجه، الكره بتروح منك بتجيبها في ثانيه. ايوه، لا بقى احتجت انا ديانج يلعب ولا الروح، ها؟ جابت كل حاجة، مش مهم الأسماء بقى اللي موجودة، كل اللعيبة قريبين من بعض، كومباكت، كلهم ضاغطين، كلهم شايفين بعض، كلهم عندهم ثقة بعد الهدف الأولاني والتاني، الإصرار على إحراز هدف كمان تاني اللي هي ما كانتش موجودة في الماتشات اللي فاتت. كنا بنجيب جون وبنركن، بتلاعب فرقة من أقوى فرق الدوري. أي مظبوط، حقيقة جميل لما تشوف أسمائهم كلها كده، كلهم لعيبة مصنفة ولعيبة أنت عامل لهم حالة شلل لدرجة أنهم زهقوا، بيباصوا كورة بياخدوها يدوها لك تاني، ما عندهمش اي موتيف في المباراه، خلاص كل اللي بيستنوه صفاره حكم، اي صح. حاجه كورنر، غلطه منك انت زي اللي حصلت من الشناوي دي، يعني ما لهمش اي وجود الحقيقه، ما لهمش اي وجود، لان النادي الاهلي النهارده بيأدي الروح، وهم ايه النادي الاهلي فيهم اصابات وفيهم تعب وفيهم كل حاجه، انما الروح طاغيه على كل شيء. صحيح. اتمنى انها تكون في الشوط الثاني بنفس الشكل وتكمل، لان لازم ترجع الثقه بين الجماهير واللعيبه دي والاداء اللي احنا شايفينه دلوقتي. صحيح. كابتن علاء، امتلكت وسط الملعب، دانت لك السيطره، ما بقاش في فيوتشر. هي بدايتك يا ايمن، انت بدايه، انت مستحوذ، انت اللي بادئ، انت اللي شكلك احسن، انت اللي عندك نزعه هجوميه. انت عندك حاجتين في اساسيات كره القدم، عناصر كره القدم، عندك تركيز وعندك روح عاليه، بس روح عاليه وتركيز، خلاص انت لعيب، اكيد انت لعيب في النادي الاهلي، لعيب كويس طبعا. فانت لو حاجتين دول راحوا منك بتقل جامد، بتضيع ميزتين تكاد تتساوى مع المنافس، انما انت لا، الحاجتين بتوعك انت اعلى فيهم، وانت طبعا كلاعب كوره مع الاحترام الكامل للعيب الفوتشر، لا انت احسن بكتير طبعا، حماس، تركيز، رغبه، حسيت، انت حسيت زي ما كنت بقول لك ايمن، الاحساس وصل قبل الاستوديو، بقول لك الاحساس لما وصل للعيبه ان في تقصير، في يعني مش ده لعيبه النادي الاهلي، في ثانيه رد الفعل، رد الفعل حصل النهارده 3-0 باداء مقنع جدا، فيوتشر مش موجود تماما عشان انت اللي مخليهش موجود، مزبوط. انت اللي بتحكم في اداء الفرقه اللي قدامك دايما. صحيح. كابتن اسامه، الشوط اول مميز للنادي الاهلي. ما فيش شك، انت معظم الاخطاء اللي انت وقعت فيها في الماتشات اللي فاتت النهارده اتحققت، وانا برضو مع علاء في جزئيه انه الضغط اللي حصل على اللعيبه في معظم الاستديوهات التحليليه، في كلام الجماهير في الشارع، كلام كتير على الفرقه وظروفها، وقف مستحقات اللعيبه، كل ده خلق دوافع وروح عاليه عايزين يقولوا لا احنا لعيبه النادي الاهلي، احنا نستحق، احنا افضل من كده. فالنهارده ده كله ظهر في بدايه اللقاء، من اول اللقاء بضغط شديد، كره مجدي قفشه اللي عملها بباطن القدم وخرجت جنب العارضه، وتلاها ضغط 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 في مواقف كتيره لما نتكلم عليها لما نيجي بقى بعد المباراه، بعد نهايه المباراه يعني. باينه جدا الضغط الشديد بيخلي لعيبه فيوتشر مش عارفين يتصرفوا، واخطائهم كتيره. الحاجه الثانيه، انت ما كنتش بتستغل الفرص، جالنا فرص اكتر من دي بكتير في ماتش، طبعا النهارده سموح، في ماتش سموحه وماتش دجله، الجونه النهارده مثلا اربع او خمس فرص جبت منهم ثلاث اجوان، صح. واحده بتاعت عبد القادر، واحده بتاعت قفشه جنب العارضه، والثلاثه دول قدرت بضغط شديد بعدد زياده عدديه داخل ال 18 قدرت تجيب ثلاث اجوان حلوين، وان سايد جيم يعني، وان سايد باذن الله، نتمنى الاستمراريه الشوط الثاني باذن الله. كابتن عادل، بالرغم من ان احنا خسرنا طاهر محمد طاهر ومحمد هاني في البدايه، ولكن ما تاثرش اداء النادي الاهلي. الروح يا كابتن، زي ما انت قلت بس قبل المباراه، انت قلت الروح، 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 كلنا هنبقى احنا افضل من اي فرقه ثانيه. اتكلمنا كتير النادي الاهلي اكثر
انتظاما، اكثر اداره في التنظيم، اكثر لاعبين كلاعبين كعدد لاعبين، انت الاوفر وانت الاكثر وانت الاحسن. ففي الاخر ايه اللي هيحصل؟ انك انت لما يبقى عندك روح الفلين الحمراء بس. ما في روح وروح. روح الفلين الحمراء اللي هي المكسب، انك تخليك طول الوقت انك انت عاوز تبقى شرس طول الوقت. تبقى احنا قلنا 3 مباريات تفرق مع جيل صحيح. النادي الاهلي الثلاث مباريات الجايين صحيح. هم عرفوا ان الموضوع صعب كان بالنسبه لهم، موضوع ان محدش هيستحمل ان اي اخفاقات تانية. نزلوا الشوط الاولاني عملوا اداء مميز، روح عاليه، روح الفلين الحمراء بس. وانا مش عاوز منهم المباريات اللي جايه لغايه نهايه الدوري الا الروح بس، لانه صحيح. امكانياتنا اعلى من الفرق الثانيه صحيح. كابتن شريف، الشوط الثاني هل هنشوف تغيير في طريقه لعب الفرقتين؟ يعني احنا ايام مستر، لو تفتكر ايام مستر موسيماني، كان لما يبقى متقدم الشوط الاولاني احيانا يعمل تغييرات ويسيب مساحات للفرقه اللي قدامه في نص الملعب وهو يبتدي يلعب من نص ملعبه. هل ده ممكن يعمله مستر سواريز الشوط الثاني؟ هو حاله اللعيبه والروح اللي بيلعبوا بيها لما حصل تغييرات حتى استمروا بنفس الشكل بالظبط، لان عندهم مبدا النهارده ان احنا اللي بنجري في كل الملعب، احنا اللي بنحاول نجيب الكره الثانيه لما تتقطع مننا، احنا اللي بنفكر، احنا التركيز زي ما الكباتن قالوا. بس بعد الثلاثيه ديت، بعد الثلاثيه لازم يكون في حاله تركيز اكتر انه يزودوا النتيجه. ليه؟ لان انت بتدي رساله دلوقتي في الملعب كله وللدوري كله ان لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله ان هي تحتفظ ببطوله الدوري هذا الموسم وعلى المباراتين اللي جايين بالذات. دي رساله قويه جدا ان لعيبتك تكمل، ولكن انت لازم تعمل تغييرات لان عندك ماتش مهم، ماتش اللي جاي، وعندك ماتش بعده صحيح. اللي هو بتاع الكاس. فلازم يبقى فيه هنا موازنه كبيره جدا في الشوط ده من الشكل الفني اللي خارج الخطوط. وعندك من اللعيبه زي ما عندك زياد طارق وعنده ايليو ديانج ومحمد شريف. فدول لعيبه يقدروا يعملوا برده بعض التغيير ويزودوا عدد الاهداف. صحيح. طيب كابتن علاء، فيوتشر شوط ثاني علي مريم يعمل ايه؟ ولا حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. هيعمل ايه؟ هيفضل بنفس الاسلوب؟ ما عندوش حل. ايه الاسلوب اللي ما هو عشان هو مش باين له، مش باين اسلوب ولا باين طريقه ولا باين حد خالص. انت احسن أسلوبه. انت فرض اسلوبك وانت واحد واثنين وثلاثه دي بتعمل يعني بتعمل دراك لاي فريق واي مدير فني هيتصرف ازاي؟ هيغير، طب هيغير مين؟ هيلعب مفتوح مع اساسا حتى لو بيلعب قافل الملعب استحواذ للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ضغط عليه في نص الملعب وكل الكوره لمسه الثانيه النادي الاهلي بيستحوذ عليها، فهو في حيره جامده جدا جدا صحيح. كل اللي هيعمله هيحاول يعني يقفل شويه المساحات، لان النادي الاهلي اكيد هدور على الرابع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه، النادي الاهلي هيلعب نفس الطريقه ونفس الاسلوب. ما اعتقدش يغير في البدايه، والاجانب بالذات من طباعهم كده، ممكن هيغير مع الوقت شويه، بعد ربع ساعه ثلث ساعه باذن الله. علي ماهر اكيد هيدخل تغييرات ولكن انا بقول تاثيرها مش هيبقى كبير قوي. واعتقد النادي الاهلي قادر ان يجيب جوان تاني ان شاء الله لو فضل بنفس الروح دي ان شاء الله. كابتن عادل، النادي الاهلي قادر ان هو يسجل تاني في الشوط تاني باذن الله؟ لا، انا اتمنى انه ما يستعجلش بقى، يعني يشتغل شغل تجاري جدا، عشان احنا عندنا 8 ايام عقبال ماتش الزمالك، بيراميدز وبعدين الزمالك. فعاوزه يعني الثلاث نقاط مهمين وكويسين نحافظ عليهم ونحافظ على كمان، يعني عندك خسائر النهارده 2 لعيبه برضه في نفسنا يعني نطلع بدون خسائر بعد كده. كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق المكسب. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى مع نهايه احداث المباراه، انتظرونا.